تشكيله قناه النادي الاهلي اليوم. حراسه المرمى احمد دوبل، قدامه دكروري نجم خط الدفاع لفريق قناه النادي الاهلي، وعبد النعيم، محمد عسليه، ورامي، ومودي. بدات المباراه الان، صافره تحكيميه للمتالقين محمد عبد العزيز ومحمد كامل. رميه مرمى لفريق الامن، امن مدينه الانتاج الاعلامي، محمد جمعه. لمس احمد عبد السميع، احمد عبد السميع عايز يلعب الاماميه لكن مقريه على طول من عبد النعيم، عبد النعيم مقطوعه. حسين مصلحي استلامه بتصويبه بسن القدم كده، يا ولد يا ولد. حسين مصلحي يصح اللي في الملعب كله بتصويبه ويصح بيها دبل، ورميه مرمى يرجع ليها الحكم مره ثانيه. دكروري، دكروري يلعب على طول لعسليه، مقريه الكره على طول حسين، حسين مصلحي فاتح له رفعت، يلعب لرفعت ناحيه اليمين عايز يلم لكن مضغوط عليه على طول من عسليه، يا ولد. حسين مصلحي لكن عبد النعيم قاطع على طول، عبد النعيم يلم كورته وبشماله على طول يلحق قبل ما تطلع. دكروري قلب الاسد، دكروري شتت على طول الكره الاماميه، يخش على طول احمد عبد السميع يامن الكره الى التماس. مودي هات وخد على طول لكن اريها عبد السميع الى التماس مره اخرى لمصلحه فريق قناه النادي الاهلي. تصويب على طول الكره لكن مش مظبوطه على طول، بعيده عن المرمى من عسليه. سامي حسين ناحيه الشمال يلعب على طول، نزل استلم حسين لحماده بكر عايز يعدي، عدى على طول لكن ماريه ومقطوعه. مودي تطول على مودي وتطلع للتماس، تماس عبد السميع عايز يلعب لاحمد رفعت في وسط اثنين، مقريه من دكروري، لمسه على طول عبد النعيم، تصويبه من رامي، رامي التصويبه ياخد منها ركنيه تخبط في سامي حسين، وركنيه اولى في اللقاء لمصلحه فريق قناه الاهلي على تنفيذها يا رامي، رامي على تنفيذ الركنيه، ركنيه لكن تخبط مره ثانيه في سامح، وركنيه مره ثانيه. ضغط من فريق قناه الاهلي، نعيم لكن يخش على طول بكل قوه حماده بكر ويطلعها الى التماس. بيغيب عن فريق قطاع الامن لوحه احد ابرز اللاعبين واهمهم في فريق الامن. دكروري على تنفيذ التماس، ارضيه مقريه، رفعت يقطع ومقطوع من رفعت، تماس تدخل قوي من احمد عبد السميع الى التماس لمصلحه الاهلي. دكروري لعبد النعيم، عسليه اللمسه على طول مقريه وتبدا الهجمه على طول للامن، يامن عليها دكروري وياخد منها رميه مرمى. مباراه مقفله لسه لحد دلوقتي، مفيش فرص على المرميين طبعا، مباراه قويه ومباراه صعود لاحد الفريقين. حسين، حسين مصلحي بيدور على حد يديله ويلعب بفرديه، حسين وادي التصويبه، تصويبه على طول من مين؟ من مودي، مش مظبوطه على طول، بتعدي بسلام وامان على مرمى محمد جمعه. محمد جمعه رفعت نص الملعب يلعب لحسين، حسين فاتح له الراجل وجريله حماده، حماده لكن طويله على حماده، يطلع على طول يمسك الحارس دوبل لوحده. مودي التوقيفه كانت تفرق يا مودي داخل منطقه الجزاء. سامح مصلحي، مصلحي بيدور عن معاون يلعب حماده بكر، حماده لرفعت هات وخد على طول سامح بكعبه، حماده التصويبه لكن تخبط ولا ايه؟ تصويبه على طول لكن رميه مرمى، الحكم بيشير برميه مرمى. ضغط من حسين وضغط من عناصر فريق الامن المدينه، الانشط والافضل في الدقائق الماضيه لكن بدون خطوره على مرمى دوبل. تماس مرة تانية لأمن المدينة، تتلعب باستعجال من حمادة، مقطوعة يقطع حمادة على طول الكرة إلى تماس، تماس دكروري ضغط على طول لوحده عبد النعيم هات وخد، تطول على طول الكرة وتماس، إشارة من الكابتن محمد كامل، تماس للأمن، أمن المدينة. سامح حسين، حسين مصلحي يفرق لو لعب بسرعة حسين،
مضغوط عليه لكن برافو حمادة بكر يقطع الى التماس. تماس مرة تانية لعناصر قناة الاهلي. عبد النعيم، عبد النعيم بيعدل على شماله والتصويبة لكن تخبط وتروح سهلة في ايد محمد جمعة. حسين مصلحي لمسة عند حمادة بكر، ماشي ناحية اليمين يرجع ورا عند سامح حسين لكن طويلة على سامح الى التماس. تماس للاهلي على التنفيذ عسلية. محمد عسلية على تنفيذ التماس مرة تانية. فتح له رامي. عسلية اللمسة لكن ضغط حمادة. تنزل لسامح، سامح والمرتدة حمادة بكر. حسين مصلحي لمسة عند سامح، سامح حسين لما على يمينه وعدل على شماله. يا ولد على المهارة، يا ولد يا ولد سامح حسين والتصويبة. وامسكها سامح بدون صفارة. سامح الكرة كانت معاك. العب على الصفارة ولمسة يد على سامح حسين. مسك الكرة. لكن الحكم بيقول الكرة ما جاتش في ايده، استعجل سامح ومسكها واتحسبت لمسة اليد على سامح حسين. لمسة على طول مودي. لمسة الناحية التانية طويلة على عبد النعيم وتطلع إلى تماس. تماس لعناصر أمن المدينة حمادة بكر على تنفيذ التماس. يلعب على طول مقرية ترجع له مرة تانية. حمادة لحسين مصلحي. حسين اللمسة فين يا حسين؟ بيفضل اللعب الفردي حسين على طول. سامح داخل للمنطقة، سامح بيدور على حد يديله فاتح له رفعت. سامح ومقفلين عليهم قناة الأهلي. يرجع ورا على طول لجمعة. محمد جمعة الأمامية الطويلة على حسين بعيدة عن حسين مصلحي. بيلعبوا فردي شوية فريق أمن المدينة. دبل اللي لا فيه خطورة على مرمى، مرمى دوبل أو مرمى محمد جمعة اللي بيمسك بسهولة. يبدأ الهجمة على طول. سامح حسين في نص الملعب. عبد سميع لمسة عند رفعت، رفعت لمصلحي تنزل لحسين وفرصة خطيرة، فرصة خطيرة لكن يا سلام على الإنقاذ من دوبل. برافو 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 دوبل، أحمد دوبل على طول ينقذ فرصة خطيرة من أمام حسين مصلحي في انفراد تام. برافو دوبل عشان يخلي النتيجة 0-0. وأولى الفرص الخطيرة في المباراة لصالح فريق أمن المدينة من أمام حسين مصلحي لكن تألق فيها دوبل والتصويب مش مظبوطة. حسين سامح حسين رمية مرمى صحانة بيها والله. دوبل المتألق ينال إشادة من جميع من في الملعب على إنقاذه لفرصة كانت قريبة. عبد السميع يسيب الكرة تنزل على طول مودي لكن برافو حمادة بكر حط رجله في وقت أكثر من رائع يا ولد وينقذ التصويبه من امام مين؟ من امام ميدو. مودي ليه؟ عبد النعيم، عبد النعيم عايز يلم ورجله جامده والتصويبه بشماله. اللمسه من مودي، مودي عايز يلعبها بوش القدم كده ينكشها كده في الزاويه البعيده لكن بتمر فوق المرمى بعيده عن مرمى محمد جمعه. رتم المباراه بيعلى شويه بشويه وهنشوف مباراه قويه لو فيها اهداف. ضربه حره مباشره على التنفيذ رفعت يسيبها لسامح. سامح حسين على التنفيذ. سامح التصويبه تخبط في برجاوي وتبقى الهجمه المرتده الخطيره على طول عسليه لرامي. يقلش رامي وتروح لحماده بكر. حماده حماده يوقف ويوقف على كورته. حسين اللمسه على طول هتاخد لكن مقطوعه. سامح حسين وفاول شده من عسليه. محمد عسليه شده في ظهر حماده بكر واقع. اتمنى له السلامه. حماده يلعب بسرعه فريق الامن لكن زميله واقع. قام حماده بكر ضربه حره مباشره لعناصر امن المدينه من نص الملعب تقريبا. سامح حسين على التنفيذ يلعب رفعت لحسين مصلحي بيدور على حد يفتح له. سامح لسامح حسين مقريه الكره مقطوعه رفعت سامح حسين. حسين مصلحي فاتح له حماده الناحيه الثانيه. مصلحي اللي بيتاخر كتير وانضغط عليه والكره الى تماس لامن المدينه على الدكروري. اللمسه تخبط مره ثانيه الى تماس.
لمسة حمادة عايز يعدي والكرة مقرية وتشتيتة من دفاعات قناة الأهلي. جمعة مصلحي حمادة بكر يحط جسمه ومن قدامه على طول يطلعها التماس. عسلية مباراة مقفولة لأنها مباراة صعود وأهمية الثلاث نقط مأثرة على الأداء شوية. الفرص قد تكون منعدمة أو قليلة. لمسة والهجمة المرتدة الخطيرة الخطيرة مودي 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 لكن يرجع حمادة عمل التغطية لكن تروح على طول لعسلية والتصويب ولكن جمعة يا ولد يا ولد يا محمد يا جمعة ينقذ مرماه على طول ويمسك الكرة على مرتين ويبدأ الهجمة. رفعت لوحده التوقيفه من رفعت لكن رامي عامل التغطيه. حماده بكر يقطع بلمسه لحسين حسين صلحي اللي رفعت 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 يا راجل يا راجل فاتح لك على حدود المنطقه حسين وحماده داخل المنطقه. وادي الكوره فين يا راجل فين يا عسليه الكوره بعيده تماما تماما. حسين مصلحي مقطوعه من دكروري عسليه لدكروري اللي عامل المسانده الهجوميه. حسين على طول مودي 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 العسلية لكن قريها على طول سامي حسين برافو ويطلعها الى تماس تماس لمصلحة الاهلي. يقطع على طول مودي مودي يلعب الكورة وصفارة من حكم اللقاء يقول الكورة تجاوزت الخط رمية مرمى لمصلحة امن المدينة. جمعة هيلعب الهجمة الطويلة العالية مقرية على طول من دكروري وقف حسين وقابله دكروري يقطعها المرة دي على طول ياخدها حسين. الاستلام يفرق يا حسين مقرية ومقطوعة. عسلية اللمسة لمودي لسه التوقيفة لسه ما ظبطوش عناصر قناة الأهلي. لعب كده مقفل ما بين الاتنين ما شفناش جملة هنا أو هنا ما إلا فرصة من حسين مصلحي أنقذها دبل هي الفرصة الوحيدة في الشوط الأول. اللمسة لعبد النعيم عبد النعيم لما على يمين صاروخيه يا ولد على التصويب تصويبه يصح بيها كل اللي في الملعب. عبد النعيم تصويبه بيمينه صاروخيه يتفرج عليها زينا زي محمد جمعه لكن تخدمه وتطلع بسنتيمترات قليله بجنب القائم الايسر. مودي لمسه عبد النعيم صاحب التصويبات والقذائف الصاروخيه. رفعت قاطع حماده بكر عايز يبدا انطلاقه يقطع على طول حماده فاتح له حسين وتصويبه من حماده لكن تخبط في الدفاع. ضغط على طول من حسين لكن دكروري يا ولد يا دكروري بدا الهجمه لفريق النادي الاهلي. الكره الاماميه لكن ماسك على طول جمعه. رفعت لكن طويله شويه من جمعه على رفعت مش مظبوطه الى رميه مرمى لعناصر الاهلي قناه النادي الاهلي. سلاحهم هو التصويبات حتى الان. ادي التصويبه مره ثانيه من احمد عسليه. محمد عسليه التصويبه لكن تخبط على طول في الراجل حماده وتطلع الى ركنيه. ركنيه تتلعب على حدود المنطقه لوحده خالص الراجل ويلعب على طول عبد النعيم ما تلبسش في وش قدمه تطلع سهله على مرمى جمعه. عبد الراضي بديل نزل عبد الراضي علوان بديل لاحمد رفعت التصويبه يا سلام يا حسين لكن دوبل دوبل يتألق ويشيل الكرة على طول تماس الناحية التانية. لقطة تانية يتألق فيها دوبل حمادة بكر التصويب بتقلش وتخبط على طول وركنية مرة تانية وضغط من عناصر فريق أمن المدينة في الدقايق الماضية. ضغطين فريق أمن المدينة سامح لوحده مصلحي حسين مصلحي والتصويبة بالعرضية لكن تخبط على طول في عبد النعيم وإلى ركنية. ركنية وادي العرضية سامح حسين تطول منه الكرة إلى رمية مرمى واعتراض من سامح حسين يتحصل على إنذار أول في اللقاء من نصيب سامح حسين للاعتراض عايز فيها ركنية. ركنية الحكم أشار بيها محمد كامل ورجع فيها محمد عبد العزيز ما كانش شاف إشارة محمد كامل رجع واحتسب الركنية لمصلحة الأمن لكن نال الانذار للاعتراض ده سامح حسين. ركنيه للامن اشار بيها محمد كامل. لمسه سامح حسين لمسه على طول لحسين مصلحي فين العرضيه لحماده حماده التصويب عبد الراضي فين يا عبد الراضي لكن الكره على طول الى رميه مرمى فوق المرمى مش مظبوطه من عبد الراضي علوان. يطالب بقى امن المدينه بركنيه
لكن اشاره محمد عبد العزيز الى رميه مرمى تبتدي على طول دوبل، لكن انقاذ على طول من حمد بكر الى التماس. تماس لفريق قناه الاهلي، تتلعب تخبط على طول وركنيه، ركنيه من ناحيه الشمال رايح لها مودي، مودي على تنفيذ الركنيه، فتح له رامي يلعب العرضيه معديه لكل الناحيه الثانيه وتطلع للتماس. احمد عبد السميع يلعب الكره الاماميه طويله طويله وبعيده على سامح حسين. تماس ده كروري يخبطها تيجي في ايد سامح، ملامسه يد على سامح حسين، مصلحه ده كروري. ده كروري قائد فريق قناه النادي الاهلي، ايه مش مظبوطه من ده كروري المره دي. وها هي صفاره نهايه الشوط الاول تنطلق من الكابتن محمد عبد العزيز بنهايه الشوط الاول بتعادل سلبي ما بين الفريقين، فريق قناه النادي الاهلي وفريق امن المدينه. ملك وكتابة في رمضان، نناقش المكتوب وليس الكاتب، كل خميس في العاشرة مساء. عدل القيعي وابراهيم المنيسي، كلام كتير مهم جدا بتفاصيل. يقدمان رؤية الأهلي في كل ما يكتب ويقال. انتظرونا كل خميس الساعة العاشرة مساء على قناة الأهلي. مباراة تانية من يوم الدورة الرمضانية المقامة تحت رعاية الأستاذ أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. مباراة ما بين قناة النادي الأهلي وفريق أمن المدينة، بداية أحداث الشوط الثاني. تنطلق وهجمة لقناة الأهلي، عسلية عايز يلعب العرضية مش معدية، سامح حسين معاه طلعها الركنية، ركنية نزل رفعت مرة تانية بديلة لحمد بكر، ركنية ناحية التانية عبد النعيم، مودي ورأسية مودي سهلة في ايد محمد جمعة. جمعة يبدأ الهجمة على طول عند حسين مصلحي عايز يعدي يلعب لعبد الراضي، عبد الراضي لكن يا ولد يا رامي يخش في فدائية على طول يطلع الكرة الى تماس. الكرة العرضية مش معدية، ده كروري يطلع الكور عند عبد النعيم، طويله من عبد النعيم سهله في ايد جمعه. محمد جمعه حارس المرمى الاماميه عبد الراضي ودفعه في ظهر رامي من عبد الراضي، عبد الراضي بيستنى الكوره كتير لازم يروح للكوره يستلمها، استناش الكوره يا عبد الراضي. نعيم عسليه مودي هات وخد، لكن ماريه يا طه احمد رفعت حسين مصلحي وهجمه مرتده للامن، عبد الراضي اتاخر كتير علشان تتقطع على طول، مودي مرتده خطيره لقناه الاهلي على طول، مودي اللمسه لكن مقطوعه ومقريه عبد السميع، حسين مصلحي الاستلام يا حسين كان هيفرق كتير في الكره لكن ياخد منها ركنيه، برافو حسين مصلحي ما يقس وقاتل على الكره وخد ركنيه من امام رامي، ركنيه لفريق امن المدينه. حسين مصلحي العرضيه بعيده مش مظبوطه من حسين مصلحي، رمية مرمى لفريق قناة الأهلي. دوبل يبدأ الهجمة لوحده مودي، لكن كانت بعيدة شوية قوية من دوبل على مودي علشان تطول وتبقى رمية مرمى لأمن المدينة. سامح حسين، سامح طويلة من سامح إلى التماس، تتلعب نعيم ناحية اليمين حط جسمه يا ولد العيب، سامح حسين ومعاه نعيم مش سايبه، خدها نعيم ويطلعها على طول،
بفاول لمصلحة نعيم ولا ركنية؟ اللمسة تخبط على طول وتروح التماس، تماس مرة تانية ليه الأهلي، ده كروري اللمسة على طول عند كريم طلبة اللي لسه نازل البديل، مودي لمسة على طول كريم طلبة مقطوع منه، رفعت ناحية اليمين يلحق لكن مضغوط عليه من مودي، يا ولد يا مودي قطع على طول، كريم طلبة بالمهارة يعدي ويلم على يمينه ويلعب على طول الهجمة عسلية، حسام علي هو اللي نزل والله مش كريم، في صفوف فريق قناة الأهلي، ركنية أم ضربة مرمى أو تماس، رمي التماس أو ركل التماس لمصلحة فريق الأمن، سامح حسين يلعب الأمامية، حسين مصلح بينزل يستلم بمهارة، يا ولد يا حسين عايز يعدي، عدى على طول بشمال والعرضية عبد الراضي، لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا نعيم، نعيم يقطع في الوقت المناسب، حسام وادي مودي يا راجل على مرتين، لكن التألق يا ولد يا ولد يا جمعة، يتألق محمد جمعة حارس الأمن وينقذ فرصة هدف مؤكدة لفريق الأهلي. اشتعلت المباراة في دقائقها اللي بدأت دلوقتي على طول، وادي هجمات وغارات من فريق الأهلي على أمن المدينة، لكن تألق جمعة ورعونة في تضييع أهداف من قناة الأهلي، مودي وعسلية، حبيب صلحي لمسة لوحة، وصل لوحة وعايز يعدي لكن تدخل قوي وفاول لمصلحة لوحة. لوحة وضربة حرة مباشرة، البديل اللي نزل حتى متأخرا هل يكون منقذ لفريق الأمن؟ لوحة على التصويب يخبط على طول الكرة في عسلية والتماس لمصلحة أمن المدينة، التعادل مش هيخدم كلا الفريقين، يخدم الأهلي أكتر، عبد السميع لمسة، حسام علي اللمسة من مودي، هانتو داخل منطقة الجزاء، يا سلام يا لوحة يرجع يعمل التغطية ولمسة على طول، حسين مصرح الناحية التانية، سامح حسين يا راجل يا سامح، لوحدك فرصة الهدف الأول بتضيع من حسين، اديها له على طبق من ذهب، سامح حسين اديها له حسين مصلحي على طبق من ذهب، لكن يهدر فرصة الهدف الأول لفريق أمن المدينة، لكن الأهلي على طول، هل اللي ضيع يقبل؟ وادي الكورة اللي ضيع يقبل على طول، نعيم والعقاب أتى من عبد النعيم لفريق الأهلي، وهدف أول لصالح فريق قناة الأهلي في شباك محمد جمعة، من هدف مؤكد لسامح ترد بهدف جميل لعبد النعيم ركنها له وحطها له، 1-0 نتيجة اللقاء حتى الآن، قناة النادي الأهلي في التقدم في النتيجة حتى الآن 1-0 بهدف عبد النعيم، تسويبة قوية ما قدرش يعمل لها حاجة محمد جمعة، ركنية رفعت عرضية مش معدية، يا سلام يا دوبل يتألق ويمسك كورته بثقة، أمامية عالية طويلة على عبد النعيم صاحب الهدف وطويلة من دوبل، رمية مرمى واتصعبت المأمورية شوية على فريق الأمن، حسين سامي مصلح فتح له لوحة يلعب عند رفعت تماس لمصلحة قناة الأهلي، استلام حسام لكن تطول، سامي حسين يقطع نص الملعب، لوحة قاطع عبد السميع طولها على نفسه عبد السميع وتطول ومقرية مقطوعة، عسلية محمد عسلية اللمسة ياخد منها عبد النعيم ركنية لمصلحة قناة الأهلي، التقدم ادالهم ثقة لفريق الأهلي، وادي الركنية العرضية مش معدية وتبقى هجمة مرتدة، رفعت تعمل ايه رفعت في وسط اتنين واستعجل فيها وتصويبة سهلة في ايد دبل، رفعت والى التماس، ده كروري ياخد وقت ومتقدم 1-0، مودي عسلية هتاخد على طول، مودي ناحية الشمال لما على يمينه
فاتح له حسام، حسام على شماله على طول نعيم، لكن يا ولد يا ولد يا لوحه يا لوحه يا لوحه ينقذ الهدف الثاني وفرصه هدف ثاني لمصلحه قناه النادي الاهلي، والمباراه مشتعله الان، فرصه هنا وفرصه هناك، والاهلي عايز هدف ثاني يقتل بيه المباراه، وهجمات وغارات وتصويب، تصويبه يتعلق جمعه، برافو محمد جمعه، يمنع مرمى من هدف ثاني ويحط الامن لسه في الصوره. وادي حسين، حسين مصلحي عايز يعدي، مباراة نارية ما بين الطرفين، الأهلي الأمن بيقدموا مباراة جامدة، رمية مرمى جمعة اللي تألق في تسديدة نعيم المرة دي، مصلحي ينزل وليد، وليد وفيه بديلا لأحمد رفعت، لوحة اللمة من لوحة لكن مقرية ومقطوعة مقفول عليه لوحة لسه، ده كروري كرب الأسد ينقذ دفاعات قناة الأهلي من أمام لوحة. سامح حسين لوحه عايز يعدي، عدى وعدى على يمينه، لما على شماله لمسه حسين مصلحي، حسين وسط اثنين وعايز يعدي، بيلعب بفرديه حسين تنقطع، وادي هجمه مرتده خطيره خطيره على يمينه لمودي، مودي العرضيه يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا عسليه، لكن الحكم بيشير ركنيه، برافو برافو حسين مصلحي، فعلا حط رجله فيها في وقت قتل حسين مصلحي علشان تبقى ركنية، مودي الركنية أريها، يا سلام يا مصلحي على الفنت اللي عمله وسابها اللي سامح حسين، لكن أري على طول ده كروري، وادي على طول مرتد لوحة لوحة اللمة لمة وعدة، يا ولد يا ولد يا لوحة ولسه قفلها له، وبرافو برافو برافو دوبل دوبل على طول قفل له الزاوية، عدى من واحد والتاني وعايز يعدي من دوبل، لكن يا ولد يا ولد عمل استريتش جامد قوي دوبل وينقذ مرماه من هدف من أمام لوحة، كان هيبقى هدف جميل جدا ومهاري جدا من لوحة. لسه الهجمة الأهلي، التصويب عسلية مقرية، عبد السميع ياخد فاول وصفارة، فاول لمصلحة أمن المدينة، سامح حسين لمسة وتتلعب بسرعة لوحة ناحية اليمين، استلام اللوحة اللي نزل عمل شكل وحالة جميلة في صفوف فريق الأمن، لوحة ياخد فاول دفعة من حسام علي، صفارة محمد كامل حكم اللقاء، ضربة حرة مباشرة لمصلحة مودي، مودي اللي رجع الأمن في الصورة، لكن هدف قتلهم بيه عبد النعيم، وادى الثقة لقناة الأهلي، تصويبة مودي يا سلام يا سلام يا سلام يا لوحة على التصويبة، وأحلى من دوبل يا سلام يا دوبل التألق على طول، كلاكيت تالت مرة يتألق في اللقطة التالتة على التوالي، دوبل والخطأ فادة، كان هيغلط كان هيغلط، لكن لوحة المرة دي على طول حطها فوق المرمى، غلطة الشاطر بألف يا دوبل، تقع منه الكرة لكن شالهم شال شال كتير دوبل المتألق، خبطة كده في وشه نتمنى له السلامة، دوبل حارس كبير، هيقوم بالسلامة دوبل عشان يستأنف اللقاء ويستأنف التألق أمام فريق أمن المدينة اللي ضغط بكل قوة عشان يدرك التعادل، التعادل هيحط الفرقتين في الصورة، اعتراض من الأمن على الوقت، والحكم محمد عبد العزيز بيقول أنا موقف الوقت ووقتك كله هتاخده، تتلعب على طول رمية المرمى، أحمد عبد السميع قاطع بفدائية أحمد عبد السميع، لكن يلمس هيديها المودي بغرابة، أحمد عبد السميع وليد وفي عمل التغطية للتماس، تماس لمصلحة الأهلي، عسلية اللبسة ناحية اليمين يلم على طول مودي والعرضية مودي اديهاله، عسلية حطها، عسلية يحط الهدف الثاني، محمد عسلية يضيف الهدف الثاني، هدف الاطمئنان لقناة الأهلي وهدف الثلاث نقاط، ولا الأمن هيبقى ليه رأي تاني هو ولوحة، لوحة عدى، لوحة عادي لسه وبيلعبوا بروح فريق الأمن، حسين مصلحي مصلحي عايز يعدي، عدى ولعب العرضية، العرضية فين المتابع؟ ما تلاقيش المتابع، والمرتدة الناحية التانية الأهلي، حسام علي، حسام علي فاتح له نعيم، نعيم طويلة من حسام، عسلية هدف تاني يدي ثقة أكتر لفريق قناة الأهلي، مباراة مثيرة مباراة قوية ما بين الطرفين، 2-0 حتى الآن التقدم للأهلي، وادي الأمن بيحاول، أحمد رفعت الركنية مقرية ومقطوعة، والهجمة المرتدة تاني 3-2
حسام علي يلعب ليه نعيم. نعيم العرضية عند مودي، مودي على طول عايز يحطها لكن جمعة طلع ويلعب بسرعة. لوحة يا ولد عمل فنت كويس وعدى وعدى من التاني لكن عمل فاول على حدود منطقة الجزاء بإنذار لحسام علي. فاول من مكان خطير منع بيه خطورة لوحة، ما يقدرش يوقفه حسام علي إلا بفاول على حدود المنطقة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة لوحة نجم فريق الأمن، يعدل كورته وفرصة العودة في اللقاء. الآن أمام لوحة بكرة ثابتة، مباراة مثيرة ومشاحنات ومناوشات ما بين الفريقين. ودي اللمسة على طول مصلحي ولوحة، تنزل أحمد عبد السميع على يمينه، اللمسة رفعت عند مصلحي لكن عمل التغطية. يا ولد يا ولد يا عسلية. عبد السميع يلعب باستعجال لكن مضغوط على طول من نعيم، يقطع على طول عسلية، عسلية المودي، مودي 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 عملها مودي، خلصها مودي، قضى عليهم مودي بالتالت يا حبيبي بالتالت. مودي ركنها في الضيقة على يمين محمد جمعة، دخلت في الزاوية اللي هو قافلها الضيقة محمد جمعة وهدف ثالث. 3-0 للنادي الأهلي. مودي خلصها وولعها وشعللها مودي عشان يضمن الثلاث نقط للأهلي، ولا لسه في الجراب يحاوي لفريق الأمن. لكن الهجمات المتتالية للأهلي تنذر بهدف رابع ممكن يجي للأمن، هدف هنا او هدف هنا، لسه المباراه فيها كتير. مودي عاليه على عسليه التماس، لمسه عبد السميع، احمد عبد السميع، مصلحي حسين مصلحي، لمسه لوحه، لوحه اللي غيابه قصر، جه متاخر لوحه وتصويبه مش مظبوطه. مودي على صدره يا ولد لعيب على التوقيف ناحيه اليمين، عايز يعدي من احمد عبد السميع، احمد عبد السميع يعمل تاكلينج على طول ويطلع الكره الى ركنيه بفدائيه احمد عبد السميع، ركنيه تعدي الكل وتعدي الناحيه الثانيه. صفاره نهايه احداث المباراه تنطلق من الكابتن محمد عبد العزيز بفوز فريق قناه النادي الاهلي على فريق امن المدينه. سجدة الشكر من لاعبي قناة الأهلي بالفوز، وكده فرصتهم كبرت في التأهل لدور الثمانية. أما الأمن فينتظر مواجهة مع قناة القاهرة والناس. مبروك لفريق قناة النادي الأهلي 3 نقط، هارد لك لفريق أمن المدينة، حظ أوفر في المباريات القادمة.